على الخير والمحبة، نمسي عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم من لهجتنا. من لهجتنا يعني من حكينا الكويتي اللي للأسف دائما في كل حلقة أقول للأسف قمنا نفقده. أنا أقول علموا عيالكم، ثبتوا حكينا على أساس لا يضيع هذا الكلام الحلو اللي هو كلامنا دائما وعرفناه من أبهاتنا وأجدادنا. تابعونا في هذه الحلقة نذكركم في هذا الحكي. مشاهدينا، غزر البحر أو البحر غزير، غزير يعني عميق، غزر يعني عمق، كنا قام يغزر، كنا قام يعمق بالحكي. غازور، غازور الولد مسكين جرحه غازور، يعني جرحه وايد عميق غازور. كلمة غازور وغزر من الكلمات اللي أيضا ما قمنا نسمعها، غزر وغازور ويغزر، قام يغزر بالحكي، ها قام يعمق بالحكي. ايضا في بعض الكلمات اللي ما قمنا نسمعها، المقعاده، اليهال قبل عند النجار يسوي له مقعاده خشب على اساس يقعدونه، اذا ما قام هذا يقعدونه مقعاده خشب، ياهل صغير كلش ما يمشي يقعدونه على المقعاده، مقعاده مثل كرسي خشب صغير يقعدونه على المقعاده. هذه ايضا ما قمنا نسمعها لانها تكنولوجيا وشغلات جديده الحين، عشان كذي ما قمنا نسمع هذه الكلمات. بنروح فاصل على ما جهز لكم كم حكوة من حكينا الأولي. مشاهدينا، قبل اللي دندن يدق العود ويغني، يدق عود يغني مكبس يسمونه مكبس، اللي يدق عود قبل يسمونه مكبس. ايضا كلمه مكبس ما حد يعرفها اصلا، مو انفقدت، مو نسوها الناس، ما حد قام يقولها اصلا مكبس، ها يسمونه مطرب الحين او فنان، اي مكبس اللي يدق عود مكبس. احنا واقفين في حديقه الشهيد عند الصخر الحلو هذا، الصخر الابلق. ابلق يعني ابيض، ابيض شديد البياض يسمونه لبلق، اذا واحد ابيضاني يا لبلق يسمونه لبلق، ها صفه البياض. هذا الصخر صخر البر، سبحان الله الواحد شلون يجمع هذا الصخر ويسوي فيه على قولتهم ديكور. هذا الصخر يكسر، هذا الله لا يقول يطيح على جامعة سياره يكسر. كلمه يكسر تخليني اتذكر كلمه مكاسر، مكاسر الحين المكاسر كذي، المكاسر الاولي عند العيال والصبيان الشياطين قبل، مو هذه لعبة المكاسر، كل واحد بيده اليوز، يوز اليوز المعروف، وهذاك بيده يوز ويطقونهم ببعض يسمونه مكاسر، من اللي يكسر يوزة الثاني يسمونه هو الفايز، مكاسر يسمونه مكاسر، يطقون اليوز ببعض يسمونه مكاسر. على التالي يعرفوا المكاسر تكاسر تشابك تزاقط، هذه كلها ايضا من اللعبات اللي فيها قوه قبل، مكاسر والمكاسر صارت كذي، ولا هو المكاسر مثل ما قلت. ايضا كلمه مكاسر انفقدت، ها قبل اذا هنا على الغداء، اذا صار الغداء دياي، ها وتلعب فراموش، لعبه فراموش، فراموش كلمه ما ادري من وين جايتنا، يمكن بعد فارسيه ما ادري، كلمه فراموش وانت وياه على الدياي تمسك عظمه زين وهو يمسك من صوب ثاني، اللي يكسر العظمه زين هذا خلاص بدينا لعبه الفراموش. تقوم انت تغشه تقول عطني دقوس، يعطيك يطاولك الدقوس تقول له فراموش كذي، يعني انت غلبته. هذه يسمونها لعبه على الاكل قبل، اسمها لعبه فراموش، هذه الناس نسيتها، انا اذكرها بالثمانينات نلعبها على الغداء دائما، لين عاد تيك صرخه من الوالد و وعلى قولتهم الكل يسكت. ف هذه صخره بغت تكسر، قلنا لكم المكاسر هو طق اليوز مع بعض، هذه خوش كلمه لا تنسونها. تابعوني بعد مجهز لكم حكي. هذا كنا ينقط النل،
لازم نجيب البيترشي. مشاهدين البيترشي هذه ما مرت عليكم. البيترشي الحين يسمونه الصحي. ها؟ البيترشي هو اللي يصلح النل. الورد جميل جميل الورد. مشاهدينا واحد حالاته بدل ما يفسفس فلوسه يشتري هالورد. يفسفس يعني يصرف فلوسه ببذخ يعني من غير معنى يصرفها يفسفس. هذا الولد يفسفس وايد يفسفس يعني يفسفس بالفلوس. ها ما يعني ما يحافظ على فلوسه يقول يفسفس مصروفه زايد يفسفس. لا ما تفسفس اشتر لك الورد الربيع الحلو تحافظ عليه. ايضا كلمه معربك معربك قبل اذا طلعنا الحداق قطينا خيوطنا كذي قاعدين تليت خيطك زين ولا مو تحس انه شاير. الحين انا بقول معربك بقول شاير. شاير يعني ماسك بشيء تحت شاير. معربك لا تلقى تليت خيط صاحبك او انه يتعربك الخيط خيط الحداق يسمونه معربك تعربك الخيط. ها خيطك ترى متعربك يا تقصه يا تعدله ترده نفس ما كان. كلمة سلق سلق البيض. كلمة سلق يا كثر السلق عندنا الحين سلق الشيء بسرعة قول له شغله مو مضبوط الظهر سالقه. سلق يعني أسرع شيء. ليش يقولك بيض سلق بيض سلق ماي وسلق انسلق البيض فأسرع شيء. فتلقى لما يشوف شيء مو متغن يسمونه سلق هذا سلق. مثلا مسوي له طوفه زين بانيها غلط بانيها على السريع يقول اوه شغلك سلق هذا سالق لك الشغل سلق. ها مو متغن مو تعبان عليه سلق. وكلمه سلق وانتم كرامه احيانا يقول سلق سلق تكرمون كلب السلق هذا يستعملون احيانا في القنص اذا رموا لهم شيء او شافوا لهم شيء تكرمون كلب السلق سريع معروف بالسرعه محيف ضعيف تلقاه سريع يسمونه سلق يطرد احيانا غزلان احيانا بالرمي تلقونه من يرمون شيء وهم يقنصون ها يروح يجيبه لهم او احيانا يطرد يلحق الارانب يصيدهم على اساس ان القناص يتعشون فيهم. فهذه ايضا الكلمات كلمه السلق او السلق سلق الشيء اما قمنا نسمعها. فايضا وايد حكي انفقد للاسف ما لنا الا الورد الحلو الورد الجميل. مشاهدينا كلمه قبل نسمعها حكه سطار حكه سطار حكه ها حك الحكه حكته ايده حكه اظهره لكن حكه سطار هني كلمه حكه استخدمت استخدام ثاني يعني طقه فهي حسب موقعها بالجمله حكه حكه سطار سطار مو بالسين بالصاد اسطار مو بالسين بالصاد اسطار اسطار هي المنطقه اللي ما بين العين والاذن اسطار ان شاء الله ما حد يطق ثاني اسطار. استمتعت وياكم مشاهدينا مع هذا الحكي حكينا الكويتي ان شاء الله ما ينفقد ان شاء الله يظل ويانا هذا الحكي على طول نعلمه حق عيالنا وعيال عيالنا. وصلنا معاكم الى الختام اشوفكم في يوم ثاني ان شاء الله في من لهجتنا في امان الله.